أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ عقد مضى. مصطفى المدبولي يصل طرابلس برفقة 11 وزيرا وعدد من المسؤولين والمستثمرين. زيارة سياسية اقتصادية طلب خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة تعاونا أكبر من مصر، وخصوصا في توحيد المؤسسة العسكرية. زيارة أثمرت توقيع 11 اتفاقية بين البلدين في مجالات الصحة والطاقة والبنية التحتية. ملك المؤسسة العسكرية فيه مسعى كبير جدا، نامل من أخوتنا تطرقنا لهذا الشأن في مساعدتنا في توحيد بحكم علاقتهم مع بعض الأطراف في ليبيا هنا. مصر التي عرفت بدعمها لأحد أطراف الصراع الليبي في السنوات الأخيرة تبدو عازمة على طي صفحة الماضي والدفع بجارتها نحو مسار الاستقرار والتنمية. يعني الحقيقة تباحثنا في هذه المرحلة على إعادة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى قمة يعني حالتها إن شاء الله في خلال المرحلة القادمة. الزيارة المصرية سبقتها زيارة لوفد جزائري رفيع، ومن قبله وفد مغربي، دور إقليمي يوصف أنه داعم للتسوية السياسية والإيفاء باستحقاقات ينتظرها الليبيون نحو مرحلة أكثر استقرارا. زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى طرابلس تأتي في ظل تقارب عربي يوصف بأنه الأكثر زخما برأي مراقبين، حيث تحمل الوفود الرسالة نفسها ومفادها دعم حكومة الوحدة الوطنية والاستقرار في ليبيا. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس.